جميلة هذه الأجواء، الكل مستمتع بالحضور، وفي رأيي أتوقع مباراة ستكون في مستوى عالي جدا. هذه الأجواء تحفز كل من في الملعب لتقديم أفضل وأقصى ما لديه حتى نشاهد مباراة في غاية الإثارة. مع اقتراب موعد الانطلاق يحبس الكل أنفاسه. مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة، أؤكد لحضراتكم بأن الأجواء رائعة، أجواء مثالية لممارسة كرة القدم. محدثكم فارس عوض يسعد بصحبتكم للتعليق على مجريات اللقاء. على أمل بأن تلبي هذه المواجهة طموحات الجميع، حيث سيكون فريق النصر السعودي في مواجهة المغرب. نأمل بأن تكون مباراة كبيرة من الطرفين ولنستمتع بها حتى لحظاتها الأخيرة. الآن فرصة حقيقية للتسجيل، لابد أن يتصرف حكيم زياش. ولما حكيمي عرضية فيها خطورة، تغطية سليمة وإبعاد الخطورة. ونستعرض الآن تشكيلة نادي النصر في مباراة اليوم. عبد الإله العمري سيلعب إلى جانب لابورت في خط الدفاع، وفي الهجوم سيتواجد كريستيانو رونالدو، والمساحة موجودة الآن على الأطراف. النصر يتحصل على ضربة ركنية. الجماهير غاضبة من تجاهل حكم المباراة ركلة جزاء، تعتقد بأنها صحيحة من وجهة نظرها. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، تصدي بكل ثبات. تطلع من جديد إلى ضربة ركنية. التمركز كلمة السر في اللقطة. مراوغة ممتازة في هذه اللقطة. أوهو، وتسديدة قوية. لعب مستمر هنا بعد التصدي. مستحيلة هذه اللقطة، شوف الكرة التي غيرت مسارها، خادعت الجميع، لمسة واحدة أبعدت الكرة، كان ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية. واعتراض ناجح لهذه التمريرة. أندرسون تاليسكا، الكرة عند رونالدو، ممتاز التاكلينج واستعادة الكرة. يوسف النصيري بيعدي فيها، فرصة الآن، عدت مرت، التقدم يأتي، هدف الافتتاح، يشعلون الأجواء، يا الله على هذه البداية. نشوف إعادة للهدف مرة أخرى، ما كان في مساندة، اعتمد على نفسه، على مهاراته، على إمكانياته، توغل في المساحات، هدف يسأل عنه الدفاع، كيف يتركوه يقوم بكل هذا؟ إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. انطلاقة مثالية بالكرة إلى الأمام. كرة بتتصوب، حارس المرمى يمسكها بدون أي صعوبة. نصيري، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي، فرصة أمام المرمى، بلوك رائع هنا. تحرك هجومي ممكن أن يسفر عن خطورة. يتمكن في إبعاد العرضية. بروزوفيتش، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. فرصة تنتهي والكرة تنتقل للفريق الخصم. مزراوي، نصيري يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الفريق الآخر. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة.
أوتافيو. الوضعية اختلفت، أصبح الفريق المسيطر والمستحوذ على الكرة أمام مساحة في هذه اللحظات. يوسف النصيري، هي كرة جول الآن، والكرة في الشباك، هدف لتعزيز التقدم وتوسيع الفارق لهدفين. نتابع الهدف مرة أخرى، ولكان من هجوم مرتد سريع والإنهاء ما كان في أي مشكلة، المسافة كانت قريبة، هدف جميل هنا. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية، فرصة يجب استغلالها في الهجوم المرتد، ما قدر ينفذ الكرة المرتدة بشكل مثالي. الحكم يحتسب خطأ على النصر، بينية متقنة، يتدخل وينجح في إبعاد كرة عرضية. يتدخل هنا ويعترض طريق الكرة. نشاهد قوة الضغط على الدفاع. تتحول الكرة للفريق الآخر. الغنام، وصلت إلى تاليسكا. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي، كرة عرضية في المنطقة، كرة بتبعد من أقدام لابورتي. الهجوم المرتد يجب اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع. ينجح في التصدي. لم يحصل الفريق على أي فرصة في الدقائق اللي مرت، والجماهير تتفاعل الآن مع هذه الكرة لعلها تكون كرة تقليص الفارق. باتجاه المنتصف، ضربة رأسية قوية، حارس المرمى يبعدها. الله على هذا التدخل. عرضية في وسط منطقة الجزاء، رأسية رائعة، احتاجت بعض التوفيق لتضرب الشباك. مزراوي، حلو التدخل على الكرة. تدخل رائع جدا في البوكس. الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. انطلاقة هنا واستغلال المساحات المتاحة. هذه فرصة هدف، كرة تسكن الشباك، وهدف جديد يعبر عن القوة الهجومية، والفارق يتسع ويزداد الآن. هذه عادة الهدف والعرضية المنخفضة للعبة، ثم شاهد الإنهاء المثالي للكرة. لا يهم الضغط، التعامل مع الموقف كان بشكل احترافي جدا. والصافرة الآن تعلن عن انتهاء شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا، بداية الشوط الثاني من أحداث هذا اللقاء.
ضغط جيد واستعادة الكرة وفرصة لابد من استغلالها. حارس المرمى يبعد بقبضة يده. حكيمي، وصلت لحكيم زياش. نصيري، تدخل ناجح، قطع الكرة في هذه اللحظات. أوتافيو يتقدم بعزيمة وإصرار، يتوغل في مناطق الفريق الآخر. سفيان مرابط، زياش، كرة مع النصر الآن. كريستيانو رونالدو، دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا المحاولة. فرصة لكرة مرتدة سريعة. تدخل ناجح لاستعادة الكرة. يتقدم للأمام. مزراوي، تدخل ناجح في اعتراض الكرة. كريستيانو، هنا يظهر الحارس ويتصدى. سفيان مرابط، الآن عليه استغلال المساحات والبحث عن كرة مرتدة. هذه كرة هدف الآن. مستحيل، مرة أخرى في المرمى بأداء خيالي يوسع الفارق لأربعة أهداف. انتبع الهدف مرة أخرى، تمريرة بينية رائعة وبدون تردد وبكل ثقة، إنهاء مثالي في المرمى في موقف انفراد تام بالمرمى، وبلا شك إضاعة هذه الفرصة لم يكن خياراً متاحاً. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جداً، أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة. وصلت لحكيمي، تدخل متهور بين قوسين داخل المنطقة، لكنه تدخل شرعي في اللقطة الماضية. أي رؤية، أي دقة، حارس المرمى موجود يبعد الكرة. ساديو ماني، كرة عرضية من كريستيانو رونالدو. تدخل حاسم وبلوك في منتهى الروعة. في تغيير في صفوف النصر، يلعب له كرة الوسط 18. الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. رومان سايس، المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. يوسف النصيري، في توقيت مثالي، شوف التدخل، شوف إيقاف الخطورة هنا. أوتافيو، تمريرات تجعل الكل ينتظر هذه المحاولة. ملعوبة جهة القائم البعيد. تدخل حاسم من حارس المرمى في هذه اللحظة. انطلاقة قوية في الثلث الهجومي. كرة عرضية هنا. تصدي بكل ثبات.
إبعاد للكرة والخطورة، تدخل رائع يلهي الخطورة الآن. ساديو ماني، اوه تدخل كان حاسم في هذه اللقطة. تماس الآن، المنافس يسيطر على الكرة، يتمكن هنا من التجاوز والمرور، يضرب الآن، يا سلام على بونو في التصدي الرائع. شايف البدلاء وعمليات الإحماء، المدرب بدأ يفكر في التغيير ودخول لاعب الآن في هذا التوقيت. الحكم يعطي إتاحة الفرصة والكرة تستمر في أرضية الملعب. نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة. عرضية في وسط البوكس الآن، تحول هنا في الاستحواذ، يبحث عن المساحة والمساندة. دقائق قليلة على صافرة نهاية المباراة، بانتظار إعلان رسمي عن فوز الضيوف في مباراة اليوم. أداء اليوم تعجز الكلمات عن وصفه، أداء جميل ومثير وممتع، إبداع هجومي لم يتوقف، وحتى من الممكن أن يستمر في الدقائق المتبقية. نحن هنا نريد المزيد. النصر يتقدم في المساحات على الطرف. ساديو ماني، أوتافيو، تسديدة تعلو العارضة، وهذه هي الصافرة تعلن في نهاية المباراة عن فوز الفريق الضيف في هذا اللقاء. أداء استثنائي من الفريق، تحكم كامل في أرضية الملعب، استحقوا الفوز بهذه النتيجة بعد المستوى الكبير اللي ظهروا من خلاله.